Revue de presse. صباح النور. صباح الفل. بونجور. باش نبدا اليوم مع سيت الشروق اونلاين تقراو مع اقتراب الحسم العسكري في ليبيا اخلاء قرى حدودية من سكانها. حسب جريدة الشروق، الأجهزة الأمنية والعسكرية قررت إجلاء بعض سكان المناطق الحدودية مع ليبيا، وأنه الدولة التونسية أعطت تفويض مطلق لقيادة المؤسسة العسكرية باش تأمن كامل مدن الجنوب التونسي من جهة الحدود مع ليبيا، وهذا بعد تأكد الحسم في الخيار العسكري لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا. وحسب تقارير اعتمدت عليهم الشروق، العملية العسكرية باش تشارك فيها دول أوروبية وعربية، وبالتالي مخاطر هجومات محتملة أو ردة فعل على حدودنا تبقى واردة لا قدر الله. كثر خيرك على الخبر الصباح والرباح. هذا حسب جريدة الشروق. أوكا، احنا رئيسنا المدة الأخيرة مشى لأمريكا وفرحوا به، من بعد مشى لقمة السبعة دول الصناعية الكبرى في ألمانيا، وكيف كيف زاد فرحوا بيك وعادته وقيت بجا فرحوا بينا. بجا فرحوا بينا. فوالا، دونك حاسين في المقال اللي كنت نقرأ فيه إجلاء وإخلاء. إخلاء إن شاء الله ما نشوقوش الإخلاء. إن شاء الله ما نشوقوش الإخلاء، ولا ستر الله. باهي، فماش حوايج أخرى ما خير من الخبر. فما في حقائق أونلاين تقراو ترتيب تونس في مؤشر الدول الفاشلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تولد عليها فاشلة فاش. هذاش موجود. هذاكش موجود. أي سيدي، تقرير هذا نشرته مؤخرا مجلة فورين بوليسي الأمريكية لأكثر دول فاشلة وهشة. تونس زادت فانا مرتبة حسب رأيك. لا دول العالم الكل، في دول العالم، بين دول العالم. لا ما نتلقانا هكا دول العالم. قداش في من دولة؟ هي برشا دول، في المئات تلقانا هكاك. احنا في المرتبة 86. شيء مشرف جدا. ولا الحمد لله، في ماناش فاشلين برشا. ماناش فاشلين برشا في المرتبة 86. الظروف الكل بالنسبة للدول العربية، ليبيا جات في المركز 25، قبلها بلدان كيما اليمن والعراق وجنوب السودان اللي جات في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي. أما المفاجئ في التقرير هذايا، للجزائر جات قبلنا في المرتبة 67. معناتها الجزائر تعتبر أفشل من تونس حسب التقرير هذايا. والمغرب جات بعدنا بثلاثة مراكز، معناها في المرتبة 89. لوجيك. أنتم قلتوا خباير باهي، معناتها نورمالمون المرتبة هذه تنجم تفرح برشا ونقولوا المرتبة باهية بما أنه جينا في الوسط احنا مقارنة بالدول الأخرى. سوف كو كان ندق شوية في الكلاسمون، تلقانا احنا فشلنا باش نكونوا في الدول الناجحين. صحيح. وفشلنا باش نكونوا في الدول الفاشلين. الفاشلين اي. جوستومون. لا لك عارف روحك لا على اليمين لا على اليسار، وهذا في حد ذاته يعني قمة الفشل. لا خلينا متفائلين، نتنفسوا بعمق. تونس يا تونس، تنفس بعمق. حبوا تونس، حبوا رواحنا، تقعد تونس بلاد الخير وعندها رجالها. صحيت يا نهار، اقسم بالله. يعني انت عايزه تضيفي حاجه؟ انا ضيف ده، انا غلبان. باهي، يعطيك صحة. مش نبقاو مع الموسيقى كالعادة، رغب على ما انا اسمي حبيبك، راجعين.